والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والذي لفت نظري في هذا الحديث أن يعرض الحديث لرباط الأخوة، والله يقول: وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، والحديث يقول: المسلم أخو المسلم. من السائد في حياتنا، وهذا لجهلنا وبعدنا عن ديننا، أن تكون الصحبة والصداقة قائمة على تبادل المصالح، فأنت تقترب من صاحبك بقدر ما تكون لك مصلحة في قربك. وهناك حديث آخر يؤكد هذا المعنى: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فالذي أعنيه في كلمتي هذه أن الحب، حب الصاحب والصديق، حب الزوجة، حب الولد، حب من تحب، ينبغي أن يكون لله. ولهذا إذا كان الصديقان أو الأخوان في الإسلام صادقين في أخوتهما، يترتب على هذا أن تكون النصيحة. من الأحاديث التي وردت في النصيحة: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. النصيحة، ومن معاني النصيحة، من معاني النصح، الخلوص والنقاء. فأنت إن كنت تحب أخاك أو تحبين أختك، فمن علامات هذا الحب إذا كان لله أنك تسدين النصيحة لأختك في الإسلام، تسدي النصيحة لأخيك في الإسلام، وتكون النصيحة خالصة لا يراد بها تشهير ولا تحقير. لهذا جاء في الحديث أيضا: الدين النصيحة. يعني من أكبر القضايا التي تشير إلى التزامك بالإسلام أنك رجل أو امرأة تتعامل بالنصيحة، وتجعل النصيحة قضيتك الكبرى. إذن المسألة الأولى في هذا الموضوع أنك لا تحب أحدا إلا لله، حتى زوجتك. من لا يحب زوجته لله، يحبها لأي معنى آخر، هذا زواج منهدم من لحظته الأولى. يكون زواج مصالح،
ولهذا تجد أن الأزواج يكثر بينهم الخصام. ولما يكون ذلك الخصام؟ لأن الزوجين أنشأ لقاءهما في الزواج على المصالح، كأن المرأة ترغب في الرجل الغني، أو الرجل يرغب في المرأة ذات الجمال أو ذات العائلة المرموقة. هذه كلها معان ترابية لا بد أن تكون في سلة المهملات. فنجد أن القرآن يشير إلى الخلاف، خاصة أن الرجل قد يبدي نشوزا للمرأة كما أن المرأة تبدي نشوزا للرجل. هناك آيتان في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن، الأولى، والثانية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. في نفس الكلام يقول تعالى، يعني أن الرجل الناشز الذي ترفع على امرأته وأعطاها بعد الكبر والعجب وما شابهه، وأحضرت الأنفس الشح، يعني من أسباب هذا النشوز في الرجل هو حرصه على المال، يعني المال هو السبب. ولهذا نجد أن من أكثر أسباب الطلاق هو الخلاف على الأمور التي نشأت عند عقد النكاح، بأنها كانت مرغبات في النكاح لغير الله. لهذا أبنائي بناتي، أخواتي إخواني، هذه نصيحة من رجل سبقكم في السن والتجربة، وما أوتيت من العلم القليل أقول تجربتي وأنا أمارس المراجعات الزوجية منذ 60 سنة. والله تعلمت أن الزوجين المرتبطين بدين لا ينفصم نكاحهما، لأن الله يمسك بهما أن يزول نكاحهما. فهذا ما يتعلق بالأزواج، وليس موضوع الأزواج، موضوعي الأخوة. الأمر الثاني، الزواج شبيه بعلاقات الأخوة، يعني أنت كما ترى صديقا وأخا لزيد، كذلك الذي يكون منتميا إلى زواج. ما الذي يربطني بزوجتي؟ نفس الرباط هو الذي يقوم بين أخوين أو أختين، إن كان لله سيدوم، إن كان لبغية مادية أو لحاجة غير الله سبحانه وتعالى لا يدوم. لهذا سبحان الله تجد فجورا في الخصومة، وتجد شدة في اللغط عندما يختصم هذان الصديقان أو هذان الأخوان كما سميا أنفسهما قبلا. إذن لا بد أن نعلم أن العلاقة، لا بد، أسأل نفسي أحب هذا الإنسان لله أم لمصلحة؟ أحتاجه في أمور فأنا أضمن أن يسد حاجاتي بحكم مكنته أو مكانته أو كذا. الأمر الثاني أن العلاقات يجب أن تكون قائمة على التناصح.
لأن من النصيحة ما ذكر القرآن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي أقرب ما يكونون إلى بعضهم. ومن أول هذه الصفات التعامل بالنصيحة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما دام هناك أمر بالمعروف فأنت تعين أخاك على الشيطان ولا تعين الشيطان على أخيك. إذا رأيت في أخيك خلة تنبهه إلى ما عنده من خطأ فيها، لأنك تحبه، وبحكم الحب تقدم له النصيحة. إذن الأمر الثاني في هذه الأخوة أن يكون التناصح. وأنا أعجب لكثير من المسلمين من أهل الدين والتقوى، كيف لا يجرؤ أحدهم أن ينصح أخاه. أنا تعلمت كإنسان وتعلمت كمسلم أنني لا أتردد أن أقول لأخي هذا خطأ وهذا حق، هذا صواب وهذا باطل، لا أتردد. وهذا يخلصنا من النقطة الثالثة، أننا نحن نستمتع بالغيبة. الغيبة متعة، لأنك كيف نقضي الوقت؟ الغيبة هي نقيض النصيحة، لأنك أنت لو ذكرت أخاك وذكرته بما تريد أن تنصحه به، هذا هو الدين، ولكنك لم تجرؤ على ذلك، فكان الأمر أن تقع في الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أقول قولي هذا وأستغفر